طلعت يا ابوي طفشان ايوه وما عندك اصدقاء تطبيق لوك لوك ينتظرك ارفع الشاشه لفوق يا عمي روح يا عمي يا عمي حل عن سماي ناقصك انا اللي فيه مكفيني طفشان خلنا ايش لنا لا حول ولا قوه الا بالله اديني اللي بعده هالمره غير من الثلاجه طفشت تطبيق لوك لوك ارفع الشاشه ولا بتبرد هنا بخليك في الثلاجه ارفع الشاشه ولا خليك في الثلاجه لا حول ولا قوه الا بالله سكيب لا حول ولا قوه الا بالله انا تعبت شغل يا عمي شغل طفشان تطبيق لوك لوك ارفع الشاشة بسرعة ارفع الشاشة انت حتى في النوم حتى في النوم طالع لي يا ربي الواحد حتى في وناسته ينغص عليه ايش الكلام ده يصير والله ما يصير والله حرام هات اللي بعده انت برضه حسب دعاية ها انت كمان اكيد انك طفشان كمان تطبيق لوك لوك ارفع الشاشة يا اخي تطبيق لوك لوك ارفع الشاشة بسرعة قبل ما اموت ايش تبغى من حياتي؟ ياهو ده اللي بعده سريع انا بديت اطفش لكن الكلام هذا ريحني تفاجأت ها؟ اكيد للحين طفشان وتدور على اصدقاء ارفع الشاشة لفوق يلا ارفع الشاشة ارفع يا اخي ارحمني ارحمني ضغطت الشاشة بالغلط يوه رفعت الشاشة بالغلط ايش اسوي دحين قفل قفل لا برضو انت اكيد تدور على اصدقاء لا. ارفع الشاشة لفوق تطبيق لوك لوك ينتظرك خلاص خلاص انا ابغى اتخارج منك تقوم تطلع لي فوق السطوح مدري جعلك تطيح ان شاء الله يودا اكيد طفشان لا اكيد طفشان انا مبسوط وما عندك اصدقاء تدور تطبيق لوك لوك معاك على طول يا عمي اسمع اقلقت حياتي وقرفت عيشتي وطلعت تاني ضغط جنب الضغط وجبت لي قولك اقول لك انا ححذف السناب ده كله ما عاد ابغى احذف ابولي جاب لوك لوك بلا لوك لوك بلا هم لوك لوك تعال احذفه شوف شوف سناب ما عاد نبغى بلا في شكلك سناب ما عاد نبغى بلا في شكلك Pa 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 pa